أملج، قرد، تهاني، لا تهاني تهامي، وكنافة البحر. أعشاب غريبة، رح نشوف شو رأي الناس بالأعشاب وإذا بيستخدموها أو لا. خليكم معنا. رأيك أسألك عن هالأعشاب، تعرفهم؟ أعشاب؟ مروا عليك قبل هيك؟ عادي عادي، معي منهم كتير. هاي مرت. شو هاي؟ ناس اسمها، بس هاي بيقولوا لها اشي بيشبه بالبنك. خروب خروب. لا مش خروب. كيف مش خروب؟ مش خروب. مش خروب. قرض هاي. مش بالخروب إذن. هيك قالوا لي. ما بتستخدم الأعشاب طيب أنت؟ بستخدم بس مش إني مفلوز، مش مميز إشي هسا. هذا شكله زي التمر هذا. لا مش تمر. هذا الأعشاب الثاني والله ما بعرف فيه بالضبط. طب تستخدم الأعشاب؟ والله خفيف يعني، زي اليانسون، زي المرمية، شغلة زي هيك بس. الأشياء الاعتيادية اللي بنعرفها. الأشياء الاعتيادية بنعرفها بس. والله قالوا لي إشي للقولون، إشي لوجع الصدر، وإشي للتنحيف. أنا داري. أنا هذا بزير لعشبة بتطلع بالغور، هاي زي البازيلا. هذا اسمها شو؟ زي البازيلا. اسمها كأنها واشنطونيا، قريب من واشنطونيا. نيويورك. طيب. طيب ايش هاي؟ هاي البذرة تبعت حبة العافية، تبعت الخروع. يعني لايش بيستخدموها؟ هاي للإسهال يعني، إذا واحد معه إمساك ممكن يستخدم البذرة هاي كذا. هذا يمكن عرق سوس. هاي السرو، هذا السرو، ايه هذا الغلي اللي بده تبخيره، بده كذا السرو هاي. روح ادرس كمان مرة. ادرس؟ ادرس كمان مرة. غلط جوابك. تعرف هدول الأعشاب؟ لا لا ما بعرفهم. ما مروا عليكي؟ لا. طب تستخدم الأعشاب أنت بشكل عام؟ والله أحيانا البابونج، المرمية، الزعتر، يعني الأشياء يعني الشائعة بس. المتعارف عليها. تعرف شو هاي الأشياء الأعشاب؟ والله يا الأعشاب ما أعرفها. يعني ما بتستخدمها أنت؟ من وين؟ أنا من اليمن والله، من الجمهورية اليمنية، محافظة تعز. ما بتستخدموا أعشاب؟ لا ما نستخدم أعشاب، عندنا في الطب يستخدموا أعشاب، بس أنا ما عندي خبرة بالأعشاب صراحة. لكن أنا جيت هنا تعالجت في الأردن، صراحة الطب الأردني فظيع جدا، أحلى طب في الوطن العربي والشرق الأوسط صراحة. يعني بعض الأعشاب، بابونج، جنسون، زي هيك، أما هي مش مرة عليه. أشياء اعتيادية. لا والله مش مرة بالمرة. ما أتوقع هاي أنا من الشرلكينة يمكن تنزل. بعرفش من أي شجرة. خروب. لا مش خروب.